يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نقرأ في بعض الصحف بعض الكلمات حول ما نزل من أمطار هذه الأيام، وهي قولهم تعليقا على أمطار غزيرة نزلت على حائل، يقول السماء تهطل أمطارا حاتمية، فهل قولهم هذا مقبول؟ لأن حاتم عندهم ويبي يفتخرون به، هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام هذا. يقول مطرنا بفضل الله، المؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، حاتم ما له دخل في السماء ولا بالأمطار. نعم.